الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا اسمي علياء ياسر أنور عيد الشاعري، ربنا أكرمني بفضل الله سبحانه وتعالى وحصلت على المركز الثاني على مستوى جمهورية مصر العربية. الحمد لله ربنا أكرمني بمجموع كبير، أنا يعني أكبر من ما كنت أتمنى الحمد لله. أنا بهدي التفوق اللي ربنا ادهوني ده، بهدي للناس اللي كانت السبب فيه، وأنا كنت مجرد بس يعني كنت بحقق بس كل أملهم وطموحاتهم. بهدي طبعا لوالدي ووالدتي، بهدي طبعا لأساتذتي اللي هم يعني ما كانوش أبدا مقصرين معايا وكانوا دايما بيحرصوا على فهمي وراحتي طبعا وسط أصدقائي. بهدي النجاح ده لأصدقائي من الطفولة، وطبعا كل شخص فيهم حاليا عارف نفسه، ولو انت بتسمعني من أصدقائي يبقى الكلام ده ليك أكيد. بشكرك جدا وبشكركم كلكم، بشكر أي حد ساعدني ولو بأقل شيء إن هو دعالي في وقت شدة وفي وقت امتحانات. انا ان شاء الله ناويه بفضل الله لو ربنا يعني كتب لي وكان لي في العمر بقيه التحق بكليه الدراسات الاسلاميه قسم الشريعه والقانون، ولو ربنا اراد حلمي وحلمي الاكبر منذ الطفوله ان انا اكون معيده في قسم الشريعه، اكون دكتوراه في الفقه المقارن. وان شاء الله انا يعني طبعا فرحانه، ونفسي كل الطلبة اللي بعدي ما يكونش عندنا مركز تاني او تالت، تكونوا كلنا اوائل ان شاء الله. بنصح الطلبة طبعا بثلاث نصائح، وقبل كل شيء طبعا يعني اكيد اي انسان في الدنيا علاقته بربنا هي سر نجاحه. اول نصيحة بالنسبة لي، والدك ووالدتك ارضيهم، لان انا لما حاولت ارضيهم وسعيت على قدر امكاني ربنا اداني اكتر يعني مما كنت نتمنى الحمد لله. تاني حاجة يعني وفر لنفسك راحة نفسية، ابعد عن اي حد بيشدك لتحت ومش عايز يطلع معاك، ولو كان يعني لو كان اقرب الناس ليك ابعد عنه لحد ما تعدي السنة دي، وبعد كده انت بتقرر سواء كنت هتكمل معاه او مش هتكمل. لكن التزموا باللي هو ان انا انظم وقتي في المذاكرة، ما تضغطوش على نفسكم زي ما انا عملت طبعا، ودي كانت غلطة اكتشفتها، واكتشفت ان الموضوع كان ابسط من كده، وللاسف ما اخدتش بنصيحة والدي اللي هو بالراحة وذاكري وتضغطيش على نفسك، انا كنت بعمل عكسها على طول، واول مرة اخلف له كلام بصراحة. واخيرا انا الحمد لله بقول لأي حد ايا كنت، ما فيش حاجة اسمها انسان معاق، طبعا لكل داء دواء يستطاب به الا الحماقة. الحماقة هي اعظم اعاقة، حماقة لما تكون في قلب الانسان او في عقله ده العجز الحقيقي، لكن غير كده في 100 وسيلة عشان تتغلب بيها على إعاقتك دي. بشكر في النهاية الشيخ الأزهر وبقول له إن حضرتك أب لينا، وأنا بتشرف إن أنا إن والدي قرر يحدد لي مصير حياتي إن أنا أكون في مؤسسة زي دي. بتمنى طبعا إن أنا أقابل دكتور أحمد الطيب، وبتمنى إن أنا أقابل قدوتي من الطفولة الشيخ أسامة الأزهري. وطبعا أنا بشكر أي حد اهتم وحرص من اللحظة الأولى على تكريمي وعلى تغطية كل شيء يتعلق بي وبحياتي، أنا فرحانة جدا طبعا، ويا رب كل الأهالي والطلبة يفرحوا زي ما أنا فرحانة كده النهاردة. وبشكر حضرتك جدا، شكرا.